أعلنت وزارة السياحة والأثار عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات، حيث تم الكشف عن ممر جملوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه حوالي 210 سنتيمترات. أنا بعتقد إن كشف الكوريدور 9 متر داخل الهرم شيء مهم جدا. في فتحة أنا شفتها، الفتحة دي تحتها فاضي، أنا بعتقد حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو موجودة داخل هذا الهرم. والنهاردة أنا بشكر وزارة السياحة والآثار إن قدرت تدخل هذا الكشف كل بيت في كل مكان في الدنيا. فهذا الكشف في رأيي الشخصي هو أعظم وأهم كشف حصل، لأن إحنا بنتكلم عن هرم الملك خوفو اللي هو هرم غريب. اكتشاف النهاردة داخل الهرم الأكبر بيضيف معلومة هامة، ألا وهي ظهور ممر جديد داخل الهرم لم يكن معروفا من قبل. الممر ده بنتكلم على 9 متر طول تقريبا، في عرض 2 متر 10، البلوكات اللي على الجنب تقريبا بارتفاع 1.40 متر، ثم السقف جملوني. طبعا هرم خوفو مليء بالالغاز وبالاسرار، على مدار الزمن الناس كلها حابه تكتشف اسرار الاهرامات، هل جوه الهرم انفاه؟ طبعا جوه الهرم انفاه، وجوه الهرم ممرات، لان المصري القديم هو بيبني الهرم كان فيه انفاه عشان يقدر يمشي من خلالها. والنظريه دي بتضحد ان قوم عاد وثمود والإليانز بنوا الاهرامات، لان لو حضرتك شفت الممرات وطول الانسان العادي، الفويد اللي اكتشفوه النهارده اللي هو 9 متر في عرض 2 متر ده مهم جدا، لان هو كان سقف جملوني، واحتمال قريب يكون جوات او تحته غرفة مهمة جدا تدي اسرع حياة الملك خوفو.